مرحبا معكم سام كرجي ماستر فيلم ميكر، وعلى وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تعليم أدوبي بريمير. وراح اليوم راح نتعلم كيف نسرع الفيديو، نبطئ الفيديو، حنتعلم كمان أشياء شورت كات كتير مهمين، كيف مثلا في شيء من يعني مثلا فيديو بين فيديوين بدي امحي بطريقة انه بشكل سريع، انه ما بدي امحي وارجع اكبس الفراغ وامحي. حتعلمكم كل هالامور، وبعد في اشياء كمان حتطلع معنا بالديتوريال. خلينا نغوص بالادوب بريمير ونشوف شو عنا هون. هذا مؤخرا البروجكت اللي كنا عم نشتغل فيه، رح نتعلم مثلا هلا انه مثل ما قلت لكم كيف نسرع ونبطئ الفيديو. خلينا مثلا نشتغل على شابتر 2. بعمل رايت دبل كليك بيعطيني هذا الشيء. خليني مثلا بدي اسرع فيديو هيدا. في طريقه تقليديه وفي طريقه اللي انا بستعملها وحاعطيكم اياها سر. المهم بدي اسرع هذا الفيديو مثلا، مشيت بدي جزء منه بدي اسرعه. خليني اعمل بلاي لاشوف شو بيطلع. خليني مثلا من بدايته هيك يمشي بسريع هيك مثلا. طيب حعمل بلاي، خلينا لهون على صوت الموسيقى. مثل ما قلت لكم شغلة سريعة كيف اعمل كات، فيني بكبس سي بعمل كليك، او فيني كنترول زد، فيني انا بالسلكشن تول بدون ما احول على الريزر تول بكبس بعمل سيلكت لإله بس، بكبس كنترول كي تعطيني دغري كات. فكيف بعمل هذه تكون سريعه، فيني رايت كليك سبيد اور ديوريشن، فيني مثلا بطريقه الاسرع بكبس عليها كنترول ار بيعطيني السبيد. كل ما انا زدت زدت الرقم فعم سرع الوقت. خلينا مثلا نسرعها 4 مرات، فهي ضرب 4 400، بكبس انتر فبلاقي هون صارت سريعة. خليني مثلا اقرب الفيديو هيدا لهون وطول من هون حتى ما يعطيني سواد. انتبهوا لهالشغلة انه اذا عملت بلاي بيعطيني اسود. فا اذا كان في عندي مجال بهالفيديو خليني طوله اكتر. فخلينا نشوف شو صار. اوكي هيدي الجمب سريعة، لاحظوها. هلا انا بفيديوهاتي بستعمل هالسرعة بس هلا هون ما كتير زابطة، بس انا عبالكم كيف تعملوا سبيد بهالطريقة. فخلينا نعمل عملت كنترول زد لنرجع للاول. حالكم طريقتي كيف انا بسرع، فهذا سر عم بعطيكم اياه. مش سر، لا موجود بالبريمير يعني بيقدر مين ما كان يشوفه، بس عم بعطيكم اياها من الاخر. شو الشورت كات؟ خلينا نشوف هون. هلا مثلا انا بدي من هون، او فينا انا بالبريفيو حسب ما انا بشتغل حتى ما اخبي عليكم شيء، بشتغل هيك دغري يعني بشوف مثلا السرعه هيك بتخيلها هيك من هون لهون. طيب حعمل انا كات كنترول كي هون. هلا بالكيبورد اذا بكبس ار بيعطيني هذا الشكل الايكون يلي هي موجوده هون يلي اسمها ريت ستريتش تول. طيب هلا هذا شو بتعمل؟ فهيدي ما بتشتغل على الفيديو، بتشتغل على اطراف الفيديو. ففينا انا مثلا امسك من الطرف هون لا حط هون، او خلينا بهالشكل يعني خليني اعطي هذا الوقت. هلا شو صار؟ اللي صار انه انا خلينا اعمل كنترول زد. اللي صار انه انا مسكت هذا الفيديو، انا ما قصرت منه، انا بس هيك ضغطته يعني هذا اللي عم تشوفه هذا الفيديو بعده الفيديو نفسه، بس كل ما انا عم زغره كل ما صار هو سريع يعني بعده الفيديو. الصورة اللي شفناها بنشوفها هون وبتنتهي هون نفسها هي، اذا عملت هيك نفس الصورة بعدها نفس الصورة هون ونفس الصورة هون وبس بشكل سريع. خليني افرجيكم شو صار. اوكي بعد هذا يمكن لاحظتوا بفيديوهاتي انه في هذه السرعة بهالطريقة. فهون في عندي فراغ، فشو فيني اعمل؟ بعمل سيلكت برجعهم هون، وهذه اذا عندي فراغ هون.
او اذا ما عندي فراغ خلينا مثلا افترضنا ما في شيء بعدها، فشو بعمل؟ خليني اكبس ار ومثل ما بقولوا هيك بستراتش، يعني بمط للشغلة. فشو بصير هون؟ انا لما عم بعمل ستراتشنج لها الصورة كانت هون نقلتها لهون، فهيك انا بعمل سلو داون للفيديو، يعني سلو موشن صار تقريبا. وبما انه 30 فريم بير سكند بعتقد يعني عملت لها ستريتش اكثر من 50% تقريبا، فحبين هيك شوي حتشوفوها. هلا خلينا نعمل بلاي نشوف شو صار. اوكي لا بأس بها. هيدي نحن هلا تعلمنا شغله جديده، انه كيف نعمل سبيد بطريقه سريعه، نحن سرعنا الفيديو بطريقه سريعه. وانا متاكد انه في ناس هذا الشيء ما بيعرفوها، ف اعتمدوا هيدي الطريقه، اهم شيء الشورت كات. طيب هلا شو هنتعلم؟ مثلا هلا انا عندي خلينا مثلا ديتوريال مطرح ما كنا، خلينا هيدي الشغله نعمل دوبليكيت مثل ما تعلمنا، بنكبس الت خلينا نحطه هون. هذا كمان الفيديو نكبس الت. طيب هلا افترضنا انه هيك اشياء عشوائيه هلا صارت، بس انا عندي هذا الشابتر مثلا عم بشتغله، في حدا دايركتور وانا عم صورت الفيديو ومنتجته وعملت كل شيء، فالدايركتور فجاه يعني في منهم هولي فالدايركتور فجاه قال لي الشابتر 2 او هذا الشابتر رقم 1 الموجود هون بدنا نمحي. طيب انا ما عندي مشكله امحي، فكيف بدي امحي؟ ديليت، وبعد الفراغ بكبس ديليت بيرجع كانه ما صار شيء. هلا بعمل كنترول زد لحتى اكون طريقه اسرع، فيني علم عليهم بكبس شيفت ديليت لحاله بيمحي وبعبي الفراغ، بيمحي الفراغ معه يعني بوم. اوكي هيك صار عنا سرعه بالشغل. يعني تخيلوا انتم وفرتوا بهالطريقه، انه عملت سيلكت ديليت سيلكت ديليت، يعني نص الوقت وفرته، وهول الثواني دغري اكيد بيساعدوكم مثلا باشياء كتيرة. طيب هيدي الطريقه تعلمناها. هلا في شغله كمان بدي اقول لكم عنها، انه الصوت اذا بدنا ننتبه لشغله، انه عملنا سبيد او لعبنا بالسبيد بفيديو معين. خلينا نرجع لهون بالكات هذا الفيديو، خلينا اخذها هي عم تنوي، حعمل كنترول كي وهون كمان كنترول كي، فحامسك هذا احطه على جنب، حاشتغل بهيدي بس. فخلينا نشوف الفيديو. تمام خلينا نطول شوي وطول هون شوي. طيب عندنا هذا الفيديو، هون بدنا ننتبه لشغله. اذا انا بدي اعمل يعني سلو داون للفيديو شوي، فمثل ما قلت لكم بالار فينا نعمل سلو داون. طيب عملناه تقريبا لهون، فبعمل بلاي بدي انتبه لشغله، انه انا الصوت كمان عمل ستريتش معي. فشو بصير بالصوت بهون؟ فهيك بصير بالصوت. فانا لحتى ما اوقع بهيدي الغلطه بعمل كنترول زد شوي، بكبس ار يلي هي انا اللي بدي احرك ال تايمينج تبع عمل ستريتش. وبرجع بذكركم بكبسة الالت، لانه هي الالت معناتها انه انا بدي احدد اكتر عشو بدي نقي. فالصورة اذا بكبس الت وبحرك هيدي فعليك شو بصير. كبسة الالت كتير مهمة، ف خليني نطول الفيديو هيك. طيب هلا هون بيطلع لنا هيدي الاشياء. هلا اكيد لما مطينا الصورة حيتأخر الصورة عن الصوت، فالصوت حيصير أسرع. المهم هلأ نحن قصدنا بدنا نعملها، فكيف بده يطلع الصوت والصورة مع بعض؟ هلأ الصورة صارت سلو داون بس الصوت ما تأذى، خلينا نشوف. طيب هلأ هون في أول شي مواء هون، خلينا نقطعها. كيف نقطعها؟ بالكيو صح. طب خلينا نشوف هلأ لما طلع صوتها لبسينة إنه مش بمحله، يعني طلع الصوت بس لبسينة
محل تاني صار. طيب هلا هون خلينا نركز شوي. لبسيني بتبلش من هون تمام، والصوت انا ليك هو عندي، انا دايما براقب الصوت هون. هلا فيني مثلا اذا انا ما شايف مزبوط فيني من هون هالخلال هون امسك ونزل لتحت، شو بصير هون؟ صار عندي الويف فورم بشكل اوضح. في كمان طريقة تانية اسهل، او انا بستعملها لانه اسهل كمان. فيني اكبس الت على الكورسر يكون موجود هون على الاي 1 مثلا، انا بدي اطول الاي 1 بدل ما انا اكبس انزلها، خليني كابس الت وبالويل بعمل ويل اب فبيكبر الصوت، فانا فيني اقدر اكبر وانا عم شوف، بعكس انه انا هيديك بكبر بس بيعطيني خط. تمام، هرجع هيدي لمحلها هيك، هعمل الت وويل فبقدر اشوف انا مثلا وين انا بنبسط شوفها هيك مثلا. اوكي، فلبسيني بلشت تتموي من هون. طيب وبشوف الصورة، خلينا انا مثلا اعلم هون لبسيني، ولا ما علمت بس انه خلص انه كبست يعني، وبشوف لبسيني وين تحرك. تمام تمام. هلا هون كيف بدي انا مثلا اعرف حرك هيدي لهون وبنفس الوقت؟ هلا في شغله بالكيبورد، اذا بدي اعلم انا هون لبسيني موت، في شيء بالكيبورد مثلا بعمل مارك فبكبس ام بيعطيني هذا الشيء، فمن خلال هيدا بعرف انه هون هذا النقطة لبسيني بلشت بالصورة بدها تموي. فشو بعمل هلا؟ بدي احرك الصوت لحاله. كيف نحرك الصوت لحاله؟ مسبقا قلت لكم كيف، بكبس الت وسيلكت بس، وصار عندي هذه بشيل ايد عن الالت، صار عندي بس هذه سيلكتد، ففيني من هون يعني الماوس بعلم علي من هون بزيحة، خلي الماوس شفتوا كيف مطرح ما هو الماركر واقف على المارك نزلها. هلا فيني معناه استغنى عن المارك لانه بعدين له فوائد كتير مهم المارك هذه بتاعت الفي هون، بس عاملكم انه مثلا مارك فينا نعملها لو حتى ما كانت هون مثلا. ففيني مثلا بكبس سيلكت ومن هون بقدر، شفتوا هذا اللي فوق اللي عم نشوفه هون لما عم بقرب على نقطة المارك، ففيني خلص هون وصلت تقريبا لمطرح ما انا علمت. فبشوف الفيديو شو صار يعني راكبي. فهيك انا بكون عم بعمل اشياء باشياء عم بتعلمها، فسبيد وما سبيد والت وعملت سيلكت وهيك. فشوفوا هالاشياء الكومبينيشن اللي عم نعطيها لحتى تقدر شو تعمل. هلا انا الفكره بالتوتوريالز اللي عم بعطيهم هنا وشو عم بعمل وشو عم ساوي وشو بقدر اعمل، هذا الشيء بيساعدك الك انت انه انا هذا الشيء شفته فيني استعمله بمحل تاني، فيني مثلا بكذا شيء شو ما بيخطر ببالك، صار عندك المعلومات الكافيه انه انت تعمل فيديو. فتخيل حالك انت وصلت لهون اوريدي انت كنت تقدر تعمل فيديو، فهلا صرت انت عم تجمل الفيديو. تخيل انه انت عم صور شيء ومثلا ببحر موج بحر والصوت تبع الموج اللي انت مصوره بالكاميرا مبين صوت انه الامبيانس تبعك، اذا كنت بمحل ما وبميز هذا المحل انه هذا الصوت ما بستغني عن الصوت، ففيني انا بعمل سيلكت للفيديو وبخلي اعمل سلو داون للفيديو. ف شو تعلمت اليوم؟ تعلمت عن جد اشياء منيحة وبتفيدك كتير. فرح اكتفي بهذا القدر لهون، ورح اشوفكم بحلقة تانية واكيد باشياء جديدة كمان. فما بدي ذكرك كمان بسبسكرايب لايك شير كومنت وعمل شير للفيديو وين ما كان، استفيد انت وفيد غيرك. وبعد مكمل بالتوتوريالز، وبعد في اشياء منخلص من البريمير مننتقل لافتر افكس، منخلص افتر افكس منروح للدافنجي ريزولف، وبعد في اهم شغلة كمان بدي اعطي دروس بالتصوير. هلا كل هول بتلحق يا سامر تعملهم؟
على قد ما في، بس انتو دعموني حتى اقدر اكمل. فبلا الدعم انا بحس حالي انه خلص ما في، يعني ما في مثلا حدا بده يتعلم. ف وعم بعمل هالشي كرمال يكون، ما بدي اطول بحكي ولا بدي احط اعمل دراماتيك هلا. بشوفكم بحلقة جديدة، باي.